هيدي لكل الأوقات الصعبة، هي عم نفس فيها عن الغضب، التوتر، الفيئة بكير، التعب بالشغل، هموم الحياة بالإجمال. يعني مشاهدينا كأن الإطار يمكن أن يكون مجالاً أو يعني وسيلة لممارسة الرياضة من جهة والتنفس عن التوتر من جهة أخرى. المزيد من التفاصيل مع مريان بعينو في الجسم السليم. ما بعرف عملتها منيح؟ تمام. يا صباح النور صباح النور، كيفنا اليوم؟ حسينا الإنرجي قد إيه حلوة وقوية. بس ما بعرف، أنا فكرت يعني استحدثت إذا بدك فكرة التنفيس عن التوتر من خلال الإطار أو من خلال الدولاب. هل هالشيء صحي؟ صحته يعني أكيد، وبحب بس هيك أسلط الضوء إنه الإطار من الأدوات المستعملة في المدرسة القديمة، يعني من زمان كنا نشوف الرجال مفتولي العضلات من وراء تقطيع الحطب، من وراء الإطارات، لأنه من زمان كانت المعدات منا كتير متوفرة مثل المدرسة صحيح. الحديثة هلا، بس الشيء الحلو إنه بالمدرسة الحديثة فوتوا الإطار كمان فيما يعرف بالبوت كامب. عشان هيك اليوم حبينا بالمخيمات يعني. صح 100% بالمعسكرات التدريبية بنشوف انه الكل بعده بيعتمد على الادوات المدرسة القديمة اللي انا من مشجعية ومحبزيها. نعم. اكيد. نعم. طيب كأنه ضرب الاطار بيشغل عضلات كثيرة بالجسم. صح، وفي كتير تمارين رياضية فينا نقوم عليها، هي بتقوينا الاجيليتي تبعيتنا، يعني السرعة تبعيتنا والتحرك، واهم شيء يعني تسليط الضوء على القوة، يعني هي بتنمي لنا القوة البدنية اللي عندنا. نعم. هلا راوية اكيد عم تستوحي، اكيد هي عم تروح على النادي الرياضي هالايام، بس بتفكري تنفسي عن توترك بهالطريقه؟ عم فكر مؤخرا صير نفس بالبوكسينج كمان. ايه هذا شكل اخر مش كان بوكسينج صح. هيك صح. لا هيدا لا ما خصه، يعني غير انواع غير نوع او ديسيبلين او يعني طريقة الاحترام يعني صح. هو الطرق بتختلف طبعا صح. يعني ما فينا نحصرها لا بهذه الطريقة ولا بالبوكسينج، ولكن كل شخص بيختار اللي هو صح بيناسبه وبيحبه. ما بتروح على العنف مثلنا، في أشخاص بتروح بتعزف آلة موسيقية، في أشخاص إذا قعدت بالطبيعة، في عدة أنواع الواحد ينفس الستريس أو التوتر اليومي اللي منعيشه. طيب طبيعة التقنية بتختلف بين البوكسينج والإطار، إنما التنفيس عن التوتر واحد صح، والرياضة بتساعد. أكيد. يعني نحن بدنا إياها على أصولها. أنا مبتدئ كنت الأول، بس تعرف عنك لإلك. شكرا توني. ميرسي لك. استوديو كله لإلك، تفضل. صباح الخير لكل اللي عم يحضرونا، مثل العادة صرتوا معودين كارول وأنا نقوم بالتمارين. أهم شيء بحب أذكر فيه إنه الإطارات في منها أوزان تختلف. للنساء محبز حسب شو هن الهدف تبعهم الرياضي، في عنا إطارات بتتراوح بين 42 كيلو وال 120 كيلو، أما للرجال بتتراوح بين ال 120 كيلو وال 240 كيلو، هون حسب القوة البدنية عند الشخص والهدف اللي بده يوصل له من وراء هذا التمرين. أول تمرين رح نكون هون، رح مرر الإطار لكارول. أكيد بهالطريقة نحن أخدين وضعية الجزء السفلي هو اللي مثبت لنا جسمنا، نحن عم نشغل عضلات السواعد. 5 6 7 8 من هون رح انزل أعمل كرفساء بهيدا الشكل، بس أطلع مرره لكارول اللي بدورة بتنزل تعمل كرفساء بتمرر بهالطريقة. نحن بنكون عم نشغل عضلات الأرداف. 4 5. وكل ما يكون الدولاب أو الإطار قاسي كل ما هالشي بفيد أكتر؟ استحضني أكيد، لأنه بيكون عم نحط قوة أكتر تنشد بعضلات جسمنا بوزننا الطبيعي. آخر مرتين. 4 تفوتي من ثقب الإطار. آخر مرة. من هون
رح نقوم انا وكارول بالكرفساء بس قفزا. بهالطريقه نحن عم نشغل عضله القلب تنحرق دهون، بذات الوقت بنكون عم نشد العضلات تبعنا. الكرفساء هي سكوات صحيح؟ صح. من هون ثلاثة أربعة، وهي تمارين مسلية كمان توني. ضروري تركزي على نقطة معينة حتى ما تفقدي التركيز. مزبوط، وحتى ما الشخص يدوخ. نعم، يعني كارول بتركز على مريان ومريان تركز على كارول. صح. من هون كارول رح تكون عم بتقوم بالجامبينج جاك بهالوقت. من هون تالواحد يسرع الريفلكس او سرعه البديهه عنده، هذا التمرين بيساعد ان يكون عم بقوم بالكرفساء جانبيا. هلا كارول رح اقوم انا بالتمرين بس شو الفرق بين مزاولة هالحركة على الإطار أو على الأرض؟ لأنه عندي علو توني، فساعتها بتصير أصعب علي قفزا، يعني الكارول الحركة تبعيتها أصعب من القفز تبعي، وبالتالي بتكون عم بتحط ثقل أكثر على العضلات الأرجل الرباعية وعم تعطيها نتيجة أفضل. صح. هلا تنشغل عضلات السواعد الثلاثية اللي بتحبهم الترايسبس، رح نكون هون الجسم الأرجل ممدودة مستقيمة، قبضة الإيد بدها تكون ضيقة على الكتف. من هون مثل ما لاحظتوا نزلنا الأيدي بهذا الشكل، منعلي لفوق اثنين. وفي حال ما عنا إطار بالبيت هي ممكن فينا نعملها على الكاوتش. صح. هلأ توني فيك أنت تعملها على الكاوتش 100% أو حيلا قطعة خشب موجودة صحيح. بالبيت مستطيلة. ستة سبعة وثمانية. بس أهم شغلة يعرفوها توني أنه أوقات الأشخاص بينزلوا الحوض ما بيشغلوا الأرجل، يعني بيقوموا بالحركة بهذا الشكل السواعد. يعني هن هون لا ما بيش يعني بيعملوا هيك بيكونوا عم بيشغلوا، بيكونوا عم بيأذوا الظهر، بيكونوا بالتالي ما عم يستفيدوا. فأهم شيء هي والأيدي هون، الأيدي شفتوا كيف رسمت زاوية 90 درجة بإيدي وبطلع لفوق. حلو، ونركز دايما نفكر فيهم. أكيد طبعا إذا فكرتي فيهم بتثبتيهم أكثر. أكيد. هلأ جينا صح من هون رح بس اشبو برجع بدي القدم تبعيتي بضرب من هون من هون ببرون مثل ما لاحظتوا عم بلوي المعصم تبعي عم بعملها على البطيء تيكون الضربه تكون قابضه على الاطار. بين الضربه والضربه ضروري ناخذ نفس. صح. نفس عم بدا بكارول قوي قلبي بهالوقت بدنا نعرف منكم مين معصب اكثر هلا من وراء الضربه. توني لازم تعرف شغله انه الشخص الرياضي او بيمارس رياضه ولا ممكن يعصب لانه على طول عنده هرمون السعاده مرتفع. هاي شو حلو. نعم ان شاء الله بتضلك مبسوطه. ميرسي توني. انت بهالوقت كمان عم مع ثمان وقت صح القصة. صح. واخر مره من هون رح نعمل بوش اب، رح نعملها الطريقة السهلة نرجع نعملها الطريقة الصعبة. وهالتسلسل هالتسلسل ضروري تسلسل التمارين. نعم أحسن هيك بنكون إذا شخص مبتدئ نعطي الطريقة الأهين، إذا شخص حابب يتحدى حاله نعطي الطريقة الأصعب. الأهين هي هون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عم يطلع صدى. آخر مرة ثمانية. الطريقة الصعبة ليه هي أحيان؟ هيدي كل ما يكون في عندي أي شيء عالي عن الأرض، مستوى الأرض، صارت الحركة لإلي أحيان. مش هيك؟ أحلى أصلاً. يعني هو البوش أب على الأرض في شيء من التعب النفسي. تعب النفسي؟ يا وجهك بوج الأرض، هون أعلى شوي. مالي هيدي مش الأم الطبيعة على الأرض، مالي بنستوحي منها دون. الثاني الأصعب رح تكون بهالطريقة، من هون ننزل مرة. اثنين ثلاثة أربعة خمسة آخر مرة وثمانية. هي فعاليتها أحسن
فعاليتها اكبر هيدي، لانه توني بس يكون الجسم الراس لتحت صارت كل عضلات المعده هي، يعني انا بهيدي الحركه غير انه عم شغل عضلات الصدر عم بقوي عضلات المعده تبعيتي، لانه بس تكون لتحت كانه عم اخذ البلانك بوزيشن. الطريقه الرئيسيه وين صرنا هلا؟ هلا صرنا بالبلانك تشغيل عضلات المعده من هون، اخدين نحن هالوضعية عطول منوسع شوي الأرجل، الأيدي تحت الكتف، منعلي 2 3 آخر مرة. هيدي كمان بتفيد كل ساعد بيساعده، صح؟ يعني كانك عم بتقلب الكتف، كانه عم نشغل الكتف بس نمد، وبالتالي توني بس نكون عم نمد الايد كمان عضلات السواعد الثنائيه والرباعيه رح تكون هي عم تتحرك كمان. هو دائما كمان لما تعطي مثلا كل كتف حقه بتعطي فعاليه اكبر من انك تعطي، يعني تكون عم تشغل الكتفين مع بعضهم او صح توني، لانه في اشخاص عندهم عدم تناسق بالكتف، فبالتالي نحن بنكون عم نجلس هالاكتاف، وبالتالي كل ما نكون عم نعطي شكل للاكتاف بنكون عم نعطي شكل للظهر، بصير شخص عنده الشكل السبعه والكتف بيعطي حضور. صح 100% اكيد. طيب كانه من خلال هالاطار شغلنا كل العضلات. صح. بعد عنا شيء؟ بعد في بس خلص الوقت. خلص الوقت انا ما عرفت مثل العاده. بعد عنا شويه وقت. بعد عنا وقت اكيد من كثر التمارين. حريصه على الوقت عم تعطيكي وقت. شكرا. رح نعمل تمارين للمعده كمان، نعم. بس اهم شيء ما بيكونوا الايدي هيك، في اشخاص بيوقعوا بهالغلط، على طول الايدي تحت الكتف، بنقرب القدم لهون. 1 2 3 4 6 7 8 تنشغل عضلات الأرجل الرباعية بالحلقة الجاية مشاهدينا. بنشكرك كثير مريان، بنشكرك كثير كارول، استوحيتي رويا معي طبعا، وتذكرنا انه الدنيا دولاب طالع نازل على دربه، بالطلعة كتروا الأحباب والنزلة كلهم هربوا، والنزلة كلهم هربوا. شكرا لكم، دائما انت خلاقة بطرق